الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أخرج الإمام البخاري في صحيحه وكذلك الإمام مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهذه بشارة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأصناف السبعة من الناس، وحري بكل مسلم أن يحرص كل الحرص على أن يكون من هؤلاء الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال الإمام العادل، هكذا في صحيح البخاري، وفي رواية إمام عادل أي الحاكم الذي يحكم بشرع الله تعالى، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فيعدل بين الرعية ويعدل بين المتخاصمين، وهذه فرصة قد تكون ضيقة، لأنه لا شك أن الحكام أقل من عامة الناس. الفرصة الثانية قال: وشاب نشأ في عبادة الله. هذا الشاب هو في ريعان شبابه وفي فتوته وفي قوته وفي ذروة شهوته، ومع ذلك ترك ما يغضب الله سبحانه وتعالى، واختار ما عند الله على الدنيا، وقدم لذة الآخرة على متاع الدنيا الزائل. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فهذا الشاب يجاهد نفسه، يتعلم العلم النافع، وهذه من علامات الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من رواية معاوية رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا وجدت الشاب
مجتهدا في طلب العلم، يحفظ كتاب الله ويحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتفقه في الدين، ويحرص كل الحرص على فهمه الفهم الصحيح، فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وعنهم، تجده مجتهدا بالليل والنهار في طلب العلم، عاملا بما يعلم، داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، حريصا على العقيدة الصحيحة، كما قال الله تعالى عن أصحاب الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أن يكون موحدا، إذا دعا يدعو الله وحده لا شريك له، يلجأ إليه ويتضرع بين يديه ويسأله قضاء الحاجات ودفع الكروبات، لا يلجأ إلى الأموات ولا إلى المقبورين، لا يلجأ إلى الأولياء والصالحين، لا يلجأ إلى البشر، وإنما يلجأ إلى ربه وسيده ومولاه، تجد عقيدته في الله صحيحة، لا يذهب إلى الدجالين والعرافين والذين يدعون علم الغيب، لا يحلف بغير الله، لا يعلق التمائم والحجبات، لا يعتقد إلا في الله ما لا يعتقد إلا فيه سبحانه وتعالى، فهذا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثالثا قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد، يحافظ على الصلوات الخمس في المساجد، لأنه يجب على المؤمن أن يصلي في المسجد إن كان رجلا، ويجوز للمرأة أن تصلي في المسجد، يشرع لها ذلك، والأفضل أن تصلي في بيتها، لكن في حق الرجال تجب صلاة الجماعة، وهذا صحيح من أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الضرير في صحيح مسلم لما جاء وأراد رخصة وطلب أن يرخص له لأن داره بعيدة ولأنه أعمى البصر ولا قائد له يقوده إلى المسجد وبينه وبين المسجد واد، ومع هذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمع النداء؟ قال: نعم. أي أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. قال الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يسمعون حي على الصلاة، حي على الفلاح، ولا يأتون إلى المساجد. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فيجب على العبد أن يأتي إلى المسجد، ويحافظ على هذه الصلوات الخمس. ورجل قلبه معلق بالمساجد وراحته في المسجد، تجده في ناحية من نواحي المسجد في الصف الأول أو في ناحية من نواحيه، تجده يتلو كتاب الله ويدعو بين الأذان والإقامة، تجده يتنفل، تجده مستغفرا في المسجد، تجده ذاكرا مسبحا، وهكذا يجتهد في الطاعة. رابعا معاشر المؤمنين: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. قال ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لرياض الصالحين لما شرح هذا الحديث، قال: هذا الرجل ما ترك الوقوع في المعصية مع هذه المرأة لعدم رغبته، وإنما ترك الوقوع في المعصية لأنه يخاف الله سبحانه وتعالى. دعته امرأة ذات منصب، هي التي دعته، وهي ذات منصب أي تحميه بمنصبها،
وذات جمال ترغبه بجمالها في المعصية، ومع هذا قال إني أخاف الله، فقدم رضا الله على شهوته. وهكذا الموفق، أما المخذول فيقدم شهوته حتى ولو أحرقته بالنار. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. خامسا، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، لم يجتمعا على دنيا ولا على حزب ولا على مال ولا على طائفة ولا على مصلحة من مصالح الدنيا، وإنما أحب الواحد منهما أخاه لله سبحانه وتعالى. يتذاكرا في الدين، يعين الواحد أخاه، يعين أحدهما أخاه على طاعة الله سبحانه وتعالى. وإذا أراد أحدهما أن يقع في معصية الله ذكره أخوه، يتعاونا على البر والتقوى، يتعاونان على البر والتقوى، فهما في ظل الله سبحانه وتعالى. يوم لا ظل إلا ظله، يخلق الله ظلا، قيل هو ظل مخلوق كما قال ابن عثيمين رحمه الله، وقيل هو ظل العرش كما قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى. ولذلك إذا أردت أن تصاحب واحدا من الناس فانظر إلى دينه، انظر إلى عقيدته، إن كان ممن يؤمن بالخرافات والدجل، إن كان ممن يتعلق بالأموات والمقبورين، إن كان ممن يتبرك بالأتربة، إن كان ممن يعلق التمائم والحجبات، إن كان ممن يعتقد أن فلانا يعلم الغيب أو أن فلانا يهب الذرية، فلا تصاحبه، فالمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. صاحب موحدا تقيا مستقيما متعلما يعينك على الخير. قال موسى عليه السلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سادسا، معاشر المؤمنين، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، خلا بربه في ظلمة الليل فقام يصلي لله سبحانه وتعالى ويدعوه، نظر إلى السماء فتأمل في ملكوت الله جل وعلا، تذكر الجنة والنار، وبينما هو يناجي ربه يتذكر ذنوبه ومعاصيه، يتذكر المخازي فيبكي من خشية الله سبحانه وتعالى، فيرحمه ربه ويغفر له ويظله في عرشه، في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. سابعا وأخيرا، معاشر المؤمنين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، وهذا من كمال إخلاصه، فأخفى هذه الصدقة
لا يريد مدح الناس ولا يريد الرياء، لا يفعل الفعل يريد به عرضا من عرض الدنيا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فالصدقة تخفى والعمل الصالح يخفى إلا إذا كان من المصلحة إظهاره، كصلاة الجماعة وكصلاة الجنائز وكصلاة العيدين فإنها تكون بين الناس، كصلة الرحم، كبر الوالدين، أو إذا كان في التصدق بين الناس دعوة إلى الاقتداء به، فيقوم سائل فيسأل الناس وهو محتاج فقير، فيقوم هذا فيتصدق أمام الناس ليقتدي الناس به، فهذه أفضل. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجمعنا وإياكم في دار الكرامة إخوانا على سرر متقابلين. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.